في رجل حد تتلعب في وسط الزحمه بتضيع هجمات كانت سهله. فالنادي الاهلي طبعا تسيد اللقاء من اوله لاخره باستثناء فترات بسيطه جدا الداخليه نوشت فيها بدون فعاليه حقيقيه على مرمى الشناوي. طيب استاذ كابتن، نروح سريعا للمؤتمر الصحفي ما بعد المباراه مع كابتن حسام البدري، اتفضل. طبعا شهداء الوطن ربنا يتغمدهم برحمته ان شاء الله. اكيد طبعا بحمد ربنا على الفوز النهارده وثلاث نقاط بهم مهمين، زي ما قلت لكم في المؤتمر السابق ان هي مراحل. احنا بالنسبه لنا المباريات في المباريات الداخليه وكل مباراه طبعا الثلاث نقاط مهمين جدا، لان زي ما انتم عارفين عندنا مؤجلات وحصد اي ثلاث نقاط طبعا بيبقى مهم جدا في مشوارنا. وبقول طبعا الداخليه من الفرق اللي اتفرجنا عليها كويس طبعا وفيها تغيير كبير عن العام السابق، وعندها مجموعه لعيبه مميزه وعندهم جراءه وعندهم رتم طبعا مختلف عن السنه اللي فاتت. لكن انا يمكن طبعا سمعت علاء في اخر تحليل للمباراه، يمكن هم طبعا برضو بيعتمدوا معانا على الكثافه الدفاعيه والهجمات المرتده اللي اتعاملنا طبعا معاها بشكل مقبول طبعا خلال المباراه سواء دفاعيا او هجوميا. وكان طبعا يعني استحوذنا النهارده بنسبه كبيره طبعا عالي، وكان في محاولات مننا مختلفه سواء على الجناب او من العمق، بعضها كان بيمثل خطوره لكن برضو اللمسه الاخيره ما كانتش ايجابيه. لكن طبعا عملنا اكثر من هجمه على فرقه الداخليه وهم كانوا برضو محتفظين بنفس السيستم بتاعهم. كان ساعات بيبقى فيه طبعا جراءه وبيتواجدوا في نص ملعبنا، لكن كان بيتم التعامل معاهم بشكل جيد. وفعلا في محاولات كانت للتصويب هم نتيجه طبعا التنظيم اللي موجود في ادائنا، كانوا بيلجأوا للتصويب. والحمد لله طبعا بقول على الثلاث نقاط وبشكر اللعيبه على ادائها، لان برضه الفتره الزمنيه ما بين مباراه الاسماعيلي والنهارده فتره، ويمكن كنت مريح برضه زي اجاي، ما فضلتش ان انا ابتدي بيه النهارده على اساس يبقى في روتيشن برضه ويبقى مرتاح شويه. لكن التعامل مع المباراه طبعا وظروف المباراه، وكنت عاوز اعمل تغييرات ثانيه غير اللي اتعملت، لكن ظروف برضه اصابه عاشور كنت عاوز ادي فرص لناس ثانيه تبقى موجوده. لكن طبعا انت بتتعامل مع سيناريو المباراه، فالحمد لله على ثلاث نقاط. اتفضلوا. الله يبارك فيك. الله يخليك. ده ممكن يكون بيحل بشكل كبير مشكله النادي الاهلي كان بيواجهها في فرق كلها بتيجي تلعب يعني الفينس كلها قدام كل ما في قدام، شايفها ازاي العوده على استاد القاهره؟ وبرده كنت عايز اسال حضرتك عن موقف مصابين الفريق في ماتش المصري ان شاء الله. طبعا اكيد العوده لاستاد القاهره طبعا الاسباب كثيره، طبعا احنا بنحب نلعب في استاد القاهره، لكن انا بقول برضو على الجانب الايجابي ان العوده لاستاد القاهره فيه جوانب للكوره المصريه بشكل عام، ان احنا بنرجع لاستاد القاهره والامور بترجع لطبيعتها، فده يمكن برضو العامل الايجابي الاكثر اكثر من عودتنا. لكن اكيد استاد القاهره بالنسبه لنا بيبقى في عوامل طبعا بتساعدنا بشكل كبير جدا، لكن مش لكله بيبقى لصالحنا برضه. يعني لما في اوقات برضه فرق بيبقى عندها امكانيات وبيبقى في منافسه، لكن مش عاوزين نقول عشان لعبتنا ما تفهمش ان استاد القاهره خلاص بقى مريح لينا، لا، في فرق برضه بتبقى عندها نديه في استاد القاهره وبتبقى في نديه ضدنا يعني. لكن اكيد أنا طبعا واللعيبة مرتاحين للعودة لاستاد القاهرة. المصابين يعني في نجيب الحمد لله شارك معانا في آخر تدريبين، لكن أنا فضلت برضو إن لسه يعني أبقى ضامن 100% عودته. وفي نفس الوقت في أحمد حمدي خلاص برضو هيشارك معانا الفترة الجاية، لسه طبعا علي معلول لا لسه قدامي شويه،
ورامي ربيع لسه قدامه شويه يعني، ومروان بيشارك معانا بشكل مستمر. هي عمليه وقت بالنسبه لمروان، لكن هو مروان برضه سليم 100% يعني. عاشور كان في خبطه طبعا، يمكن حس بتقل ان الخبطه مداها شعوره بيها يعني، مساحه الالم زادت شويه، ففضل يعني قال لي فضل ان هو يغير. وطبعا برضه تفكير في وعي منه، لان خلاص يعني مش عاوزين نخسر حد تاني. وفي نفس الوقت قلت يمكن تغيير عاشور ضيع الفرصه على بعض الناس، لكن انا اتعاملت مع المباراه ودايما بتعامل مع المباراه عشان تبقوا عارفين يعني، يعني تحت اي ظرف بتعامل مع المباراه بس يعني. اتفضل. لا احنا اتكلمنا قبل كده، احنا مضغوطين وتاني موسم على التوالي، والموسم اللي بدأناه السنة اللي فاتت كان على التوالي برضه، ما كانش فيه راحة تمام، وعندنا ضغط كبير جدا طبعا، لأن في مجموعة زي ما أنا بقول مجموعة القائمة الأفريقية كنا بنعتمد عليها بشكل مستمر، لأن كان التجهيز ما بين إن أنا بحضرهم برضه المشوار الأفريقي والاستمرار في المشوار الأفريقي وحاسم المشوار المحلي، فكل هذه ضغوط على اللعيبة يعني، لأن استحالة ما تبقاش في فترة زمنية وفترة راحة ومش هيبقى في إصابات، استحالة. سؤال اخير يا فندم، سؤال اخير. اتفضل. استاذ بنشكر طبعا على فوز النهارده، وبنتمنى طبعا المباراه ال 40 ولا حاجه زي ما الاهلي بيقول الصوره. عايز ربنا يستر، ربنا يستر. قول ما شاء الله بس يا محمد، قول ما شاء الله يا محمد بس، ربنا يستر. ما تقطعش مسيرة، طلعت حاجه اسمها ما تقطعش، ما تقطعش يا محمد. كنت عايز اعرف بالنسبه لعمليه الروتيشن اللي حضرتك بتعملها، هل دي بقى ليها داخل الضغط اللي حضرتك كنت عليها؟ بشوف فريق سيمان بيستريح، حضري النهارده بيستريح، بعض اللعيبه زي حمود النهارده بيستريح، بعد كده بتشرف بعض اللعيبه عناصر كبيره، هل دي ليها داخل في موضوع الضغط المباريات او كثافه الوقت قبل الجيم؟ اكيد، لان احنا عندنا مؤجلات، انت لو شفت لغايه اعتقد 8 يناير او 7 يناير حوالي 11 مباراه لغايه عندي 11 مباراه، وكانت اعتقد 12 قبل ما نلعب مباراه النهارده، فلك ان تتخيل الضغط اللي احنا فيه، فطبعا هيبقى فيه روتيشن، لكن مع ذلك بتعامل مع المباريات. لكن في بعض الاحيان خلي بالك الروتيشن مش مجرد ان انا هعمل روتيشن، في عناصر لازم هيكملوا، لان اذا ما كانش البديل، ودي برضه انا بقولها، اذا ما كانش البديل هيخدم الفرقه يبقى الروتيشن بتاعي برضه هيتعمل، لكن المهم برضه اشوف مصلحه الفرقه يعني. انا النهارده عاوز اقول لك بمنتهى الامانه، كنت بتمنى ما اجاي ما اشتركش، لكن ظروف المباراه كنت لازم، انا المباراه متعلقه، انا كسبان 1-0 بس، كنت لازم اضغط اكتر، كان لازم تحول المباراه. شفنا اجاي طبعا عمل تحول يعني في الاداء يعني. اتفضل. خلاص، شكرا.